استقبل معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى معالي الشيخ سلمان بن خليفه الخليفه وزير الماليه والاقتصاد الوطني بمكتبه صباح اليوم واشاد رئيس مجلس الشورى بما تحقق على صعيد تنفيذ اولويات ومبادرات خطه التعافي الاقتصادي بما يدعم المسيره التنمويه الشامله بقياده عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبمتابعه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وثمن رئيس مجلس الشورى الدور الذي يقوم به وزير الماليه والاقتصاد الوطني في متابعه الاولويات والبرامج التي تشملها خطه التعافي الاقتصادي وخطه التوازن المالي منوها بالتقدم الذي بلغته المملكه في مجال حوكمه الاداء وتعزيز الفرص الاستثماريه وانعاش سوق المال والاعمال ولفت رئيس مجلس الشورى الى ان التقارير والمؤشرات الماليه والاقتصاديه تظهر نجاح الحكومه في الاستفاده من المنظومه التشريعيه المتعلقه بالشؤون الماليه والاقتصاديه لتعزيز فرص الاستثمار منوها بالجهود المشتركه في مجال تطوير التشريعات والقوانين